ज्यादा से ज्यादा फांसी। खुदा तो मेरी हस्ती को भी नबूस कर देता अगर खुदा एक आदमी, दो आदमी, तीन आदमी, दस आदमी, पंद्रह आदमी, बीस आदमी, खुदा का नाम। حياه بحياه، عين بالعين، سن بالسن. كان هذا هو المنطق الذي اراد الشعب الباكستاني ان يعامل به هذا القاتل المروع الذي اغضب الجميع بجرائمه، اسوأ قاتل متسلسل في تاريخ باكستان. كان جافيل اقبال هو الابن السادس لرجل اعمال ميسور الحال اسمه محمد علي مغال. ذهب إلى المدرسة والكلية وكان لديه كل ما يحتاجه، وضعه والده في أعمال إعادة تشكيل الفولاذ وسمح له بالبقاء في أحد منازله. كان شابا محترفا يبلي بلاء حسنا في الحياة، ولكن من الواضح أن الأمور لم تكن وردية على الإطلاق، كما سترون في تلك الحلقة من وقائع وراء تلك الحياة الطبيعية. كانت هناك بعض الأسرار المظلمة للغاية. لم يتصرف هذا الرجل في جرائمه بمفرده، فقد تم اعتقال 4 مراهقين بتهمة مساعدته. سرعان ما توفي أحدهم في الحجز. قالت الشرطة أنه قفز من النافذة، ولكنه في الحقيقة لم يحتمل التعذيب الذي تعرض له من رجال الشرطة الغاضبين. في الحقيقة لم يغضب أي من العامة أو وسائل الإعلام بخصوص موت هذا الفتى، فما شارك فيه كان أمرا مروعا. كمشهد من فيلم سينمائي، في 30 من ديسمبر من عام 1999 توجه مباشرة إلى مكاتب صحيفة أوردو. رفع جافيل إقبال ذراعيه وقال: أنا قاتل المئة طفل، أكره هذا العالم ولا أخجل من أفعالي، وأنا مستعد للموت، ليس لدي ما أندم عليه. لم يذهب ويفعل هذا مع الشرطة لأنه شعر بالخوف من أن يقتلوه، ويظهر هذا على أنه عملية انتحار. في المحكمة غير هذا الرجل قصته وقال إنه لم يقتل أحدا، ولكنه شاهدهم يقتلون عن طريق شخص آخر، وقال إن اعترافاته تمت على يد رجال الشرطة المرعبين أثناء التحقيق معه. ولكن هذا هو الشخص الذي استطاع وصف عمليات القتل بتفصيل. إنه الرجل الذي وجدت الشرطة في منزله ملابس وأحذية خاصة بالأطفال المقتولين. ألا يمكن أن يكون هو القاتل؟ قدم الادعاء 105 شاهد للمحكمة، على الرغم من أن الدفاع ادعى أن العديد من الأطفال المفقودين قد عادوا إلى منازلهم، إلا أن شهادات الشهود لا يبدو أنها توحي بذلك. في الواقع كل يوم خلال المحاكمة التي استمرت شهرين، كان آباء الضحايا والمواطنين الغاضبين ينتظرون خارج المحكمة وهم يصرخون بأن هذا الرجل يجب أن يعدم. في جميع أنحاء العالم شاهد الناس مقاطع إخبارية لآباء يبكون وهم يفتشون في كومة ملابس الأطفال التي عرضتها الشرطة للتعرف على أطفالهم. بعدما سلم إقبال نفسه، وجدت الشرطة في منزله مذكرات مكونة من 32 صفحة توضح عمليات القتل الوحشي لمئة طفل تتراوح أعمارهم بين 8 و16 عاما. تشرح المذكرات بتفاصيل مروعة كيف استدرج الأطفال في فخه وخنقهم وقطعهم إلى قطع صغيرة، ثم أذابهم في الحمض، حتى أنه قدم للشرطة صور للضحايا قبل وفاتهم. عندما وصل رجال الشرطة إلى شقته المكونة من 3 غرف، كان ما ينتظرهم مشهدا من الرعب المطلق. كانت الجدران مغطاة بالدماء، كانت ملابس الأطفال متناثرة على الأرض، بالإضافة إلى عشرات الأزواج من الأحذية الصغيرة. في إحدى الغرف كان هناك وعاء من الحمض يتدلى منه ما يشبه بقايا أرجل تتمايل لأعلى وأسفل. كانت هناك رفات 3 أطفال في ذلك المنزل على حائط ملطخ بالدماء. كانت هناك قطعة كبيرة من الورق كتب عليها: بالأمس قتلت أحد أتباعي ساجد وأحرقت جسده في الحاوية عقابا له على السرقة. وصفت اليوميات أيضا تفاصيل حول المكان الذي كان يعيش فيه كل طفل، ومعلومات عن ذويهم، وشرح كيف أمسك بهم وما هي الفظائع التي ارتكبها في حقهم، حتى أنه أوضح مقدار الحمض الذي يحتاجه الجسد كي يذوب.
اتضح أن إقبال قد تم اعتقاله من قبل في جريمة ارتكبها ضد صبي، ولكنه خرج لعدم كفاية الأدلة. ولكن كان هناك أيضا نقطة أخرى، إذ قتل إقبال بالفعل 100 طفل، لماذا لم يبلغ ذويهم الشرطة عن فقدانهم؟ ألقى بعض الناس باللوم على الفقر، وحقيقة أن بعض هؤلاء الأطفال قد تم التخلي عنهم، وغالبا ما تركوهم للعمل في التسول. قال إقبال في المحكمة أمام القاضي أن كل ما قاله قد تم تحريفه، وأنه لم يقتل أحد، بل كان شاهدا فقط على قتلهم. قال أيضا إن رجال الشرطة قد ابتزوه من أجل المال، وعندما رفض أن يدفع لهم تعهدوا بالانتقام منه ولفقوا له تلك الجرائم. في الواقع عندما وصل إقبال إلى مركز الشرطة لاستجوابه، قال إنه كان بإمكانه قتل 500 طفل، لم يكن الأمر مشكلة بالنسبة له، ولكنه نذر فقط أن يقتل 100 طفل ولم يرد انتهاك هذا. غير إقبال تلك القصة أمام القاضي، وقال أنه انطلق هو وخدمه في مهمة بحث عن الأطفال المفقودين، وقد صور بعض أطفال الشوارع ليسلط الضوء على تلك المشكلة الاجتماعية الخطيرة. أثناء المحاكمة بدأت القصص تظهر عن فترة شباب إقبال، وكيف أنه رفض زواجا من امرأة دبره له والديه، لأنه كان يفضل الجنس الآخر وخاصة صغار السن. بعدها قرر أنه سيتزوج، ولكن فقط لأن زوجته كانت الأخت الأكبر لأحد الفتيان الذي شعر بالانجذاب تجاههم. لكن لم يستمر هذا الزواج الزائف أكثر من 3 أشهر. كان إقبال عبقريا شريرا ومريضا، فقد كان يشتري ألعاب الفيديو ويدعو الأطفال للعب عنده، وكذلك إعطائهم النقود، كل هذا ليستدرجهم إلى عرينه ويقتلهم. كان ماكرا عندما يتعلق الأمر بالحصول على ما يريد. منع بعض الآباء أطفالهم من الذهاب إلى المنطقة بعد سماع ما كان يحدث هناك مع الأطفال، لكن إقبال طور من خدعته وافتتح صالة رياضة وكذلك حمام سباحة كطريقة أخرى لجذب هؤلاء الأطفال. استمعت المحكمة إلى كل هذه القصص واطلعت على الأدلة المتوفرة. كان لدى إقبال قصته الخاصة التي صدقها محاميه أو حاول تصديقها. كانت إحدى المشاكل التي دعمت نظرية إقبال أن الشرطة الباكستانية في ذلك الوقت كانت فاسدة وقاتلة في بعض الأحيان، لذلك فإن الاتهامات الموجهة ضدهم من إقبال كانت قابلة للتصديق. اكتشفت المحكمة أيضا أن الكثير من الآباء رفضوا الإبلاغ عن فقدان أطفالهم بسبب خوفهم من التعامل مع رجال الشرطة. في الواقع تبين أن الأطفال الصغار فقدوا طوال الوقت في أجزاء متفرقة من البلاد، ولم يقل أحد أي شيء للسلطات. تلك الجرائم على الرغم من خطورتها بحد ذاتها تحولت إلى شيء أكبر، والذي كان كشفا قويا للأخطاء المجتمعية. كان إقبال قادرا على قتل 1000 طفل، وكان يمكنه أن يفلت بسهولة من ذلك، فقد كان لديه المال والسلطة. عندما جاء يوم النطق بالحكم كان الجميع متأهب، واكتظت الحشود أمام المحكمة، واندلعت بعض أعمال الشغب في الشوارع، وسارع رجال الشرطة في الاختباء حتى لا يتم تسليط المزيد من الضوء على جرائمهم. صدم القاضي الله بكشرنج الجميع، لم يكتفي بإصدار حكم الإعدام فقط، وقال هذا بالضبط: prosecution ki pesh karda se jurm jo hai tere dastan par strangulate karke aapki body ke 100 pieces karke usi acid mein aapko dissolve karne ki saza di. 100 qit'a kanat 100 dhahiya kanat tiba'a lil qanun al'ayn bil 'ayn wal sin bil sin. وهذا ما يسمى حاليا بقانون القصاص. كان الحكم قويا للغاية، حتى لبعض المتشددين اعترض محامي إقبال على الحكم، وقال إنه لا يوجد في دستور باكستان أي قانون مشابه لهذا. ولكن هل تم تنفيذ هذا الحكم بالفعل؟ في الحقيقة لا، لقد تم العثور على إقبال ميتا في زنزانته هو وأحد شركائه. حدث هذا بعد 4 أيام فقط من موافقة المحكمة العليا الإسلامية في باكستان على الاستماع إلى استئناف إقبال على حكم الإعدام. ولكن كيف حدث ذلك؟ لم يعلم أحد شيء، فقد انطفأت كل كاميرات المراقبة في السجن في تلك الليلة، وكان الحارس المنوط بالحراسة قد غفى في النوم. لم يصدق الباكستانيون هذا الأمر، وقالوا إنه أمر مدبر كي يمنعوا تنفيذ الحكم على إقبال ويرحموه من تقطيع جسده إلى قطع صغيرة.
ولكن البعض الآخر قال إن السلطات قد قتلت إقبال انتقاما منه لأنه سلط الضوء على فسادهم. فما رأيك أنت عزيزي المشاهد؟ هل تعتقد أن إقبال قد ارتكب تلك الجرائم بالفعل لتسليط الضوء على المشاكل الاجتماعية في باكستان؟ أم أنه مجرد مريض كان يفعل هذا من أجل متعة خاصة؟ أخبرنا عن آرائك في قسم التعليقات أدناه.